السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي ودرس جديد من دروس مادة الأحياء. ومثل ما تشوفون بالرسم اليوم درسنا عن التكاثر الجنسي في الهايدرا بعد ما كملنا الدرس السابق التكاثر اللاجنسي. طبعا الهايدرا بطبيعتها قد تكون شنو أحادية المسكن أو خنثى. مثل هذه الهايدرا بعض أكو هايدرات تحتوي على الخصى والمبايض شنو في نفس الحيوان نفسه زين. أما إذا كانت ثنائية المسكن قد تكون المبايض في حيوان والخصى في حيوان آخر، قد تكون يعني أما أحادية أو ثنائية المسكن. طبعا تتحفز الهايدرا لتكوين خصى أو مبايض في ظروف معينة. شن هي؟ أولا التغير في درجة الحرارة وارتفاع ثنائي أكسيد الكربون في الماء وبشكل خاص في الخريف. إذن إذا قلنا تعليل تلجأ الهايدرا للتكاثر الجنسي في الخريف، شو نقول الجواب؟ وذلك لتغير درجات الحرارة وارتفاع ثنائي أكسيد الكربون في الماء في فصل الخريف. طبعا تنشأ المناسل على هيئة بروزات، هذا أدنى مبيض وهذه شنو خصية زين، من الطبقة الخارجية لجدار الجسم، من الطبقة الخارجية لجدار الجسم. طبعا تتخذ شنو الخصية شكلا مخروطيا في النصف العلوي للجسم، بينما يكون المبيض شنو شكله بشكل تراكيب مكورة في الجزء السفلي من الجسم قريب من القاعدة. هاي شوفوها المبايض تكون بالجزء السفلي بينما تكون الخصى بالجزء العلوي من الجسم، وهذا حقيقة فشي يسهل لها عملية الإخصاب حتى تنزل النطف من الأعلى إلى الأسفل وتكون عملية الإخصاب بسيطة فيه التي تكون شنو أحادية المسكن أي خنثى. نجي هنا من تنشأ هسه، إذا قال لك تنشأ بالفراغات تنشأ الخصية منين؟ من الخلايا البينية الموجودة قرب جدار الجسم. هذه شنو الخلايا البينية الموجودة قرب جدار الجسم؟ وهي خلايا غير متمايزة، يمكن أن تتمايز لتكون نوع من الخلايا عند أي نوع من الخلايا عند الحاجة. هذه تكون أي نوع من الخلايا عند الحاجة. تكون هسه الخلايا البينية شنو السليفات النطف التي تمر بمرحلة بمراحل تكوينية متتالية لتنتج النطفة الناضجة التي تتجمع في تركيب منتفخ اللي هو هذا اللي أمامنا، يفتح إلى الخارج لتنطلق النطف في الماء وتجد طريقها إلى البيضة. نجي أيضا هسه شلون يتكون المبايض. ينشأ أيضا المبيض بنفس الطريقة من الخلايا البينية الموجودة في جدار الجسم نفس طريقة نشوء الخصية. أيضا تتمايز إحدى الخلايا البينية لتكون سليفات بيوض، يزداد حجم هذه السليفة، وعادة ما تحصل زيادة في سليفة البيضة المركزية تشوفوها بالمركز، والتي تجهز بالغذاء من الخلايا المجاورة لها والتي تكون منحلة فتجهزها بالغذاء. تعاني هسه سليفة البيضة مراحل تكوينية أيضا شنو لتنتج البيضة الناضجة كبيرة الحجم. عند اكتمالها تنشق شنو الطبقة الخارجية لجدار الجسم والتي تحيط بالبيضة، وتبقى البيضة طبعا ملتصقة بقاعدة المبيض لحين التقائها شنو بالنطف. هذا نشوف النطف اجت عليها هنا التقت بها حيث حصلت عملية الأخصاب وتتكون البيضة المخصبة. تمر البيضة المخصبة بمراحل شنو تكوينية وهي ملتصقة بجدار الجسم الأم، ثم تنفصل عن جسم الأم بعد أن تحاط بقشرة واقية لتقاوم الظروف البيئية
غير الملائمة وفي فصل الربيع تخرج بشكل هايدرا شنو فتية جديدة متكاملة. إذن هنا بكل هايدرا شنو أحادية المسكن يوجد شنو خصاوة مبايض تنشأ في داخلها النطف والبيوض ثم ينشق الجدار المحيط بالبيضة وتدخل لها النطف. هنا تحصل عملية الأخصاب ثم تبدأ بالتمايز ثم تحيط نفسها بطبقة واقية والظل ملتصقة بجدار جسم الأم إلى أن تحل الظروف البيئية الملائمة وتنقش الظروف غير الملائمة. وفي فصل الربيع تخرج هايدرا فتية وهذا كل ما موجود في هذه المحاضرة، وأرجو منكم المشاركة مع زملائكم وإلى اللقاء في محاضرات جديدة.